مساء الخير متابعينا الكرام في كل مكان، متابعي كارولايف قناة القاهرة 24، يعني هنا من أمام لجان الثانوية العامة وولي الأمر اللي بيهدي بنته وردة بعد خروجها من أداء امتحان الثانوية العامة. النهاردة بقى كلمنا، يعني أنت جيت النهاردة من غير ما بنتك تعرف ولا متفقين؟ لا ما كانتش تعرف والله. ما كانتش تعرف خالص. النهارده جبت لها ورده هديه، يعني بتهديها بيها بعد خروجها من الامتحان. ايوه اتكلمنا بقى ليه يعني والرحله الثانويه العامه من تخفيف الضغوط، بس يعني مش اكتر. يعني انا شايف انها تصرف عادي، يعني مش طبعا يعني ما هي ابو المفروض اصلا لا هي البنوته بتبقى قريبه من بعض، مش تصرف عادي ولا حاجه. يعني ده لو ابن حضرتك مش هتبقى كده. يعني انا عارف ان الولاد دايما بيبقى ليهم كده، يعني ايه تلاقي بقى زعقتين الصبح زعقتين بعد الظهر، انما البنوته كده ورده ابوها. عملت ايه بقى في امتحان النهارده؟ الحمد لله كانت كويسه. كانت كويس؟ ورده بابا بقى تاثيرها معاكي ايه؟ وصلت ايه؟ ما كنتش عارفه ان هو جاي يوصل. عامل لك مفاجاه. انت اسمك ايه؟ كل التوفيق ان شاء الله في اللي جاي ان شاء الله. احساسك ايه لما خرج بقى واللي جاي موجود؟ ان شاء الله مبارك في حضرتك قريب بقى ان شاء الله. فاجئت ان هو جاي، كنت على نفسي ان انا هروح، بس كنتش عارفه ان هو هيكون. بابا بيدعمك ازاي؟ كان بيدعمك ازاي خلال فتره الصراع؟ انا مش عليا اي ضغط خالص، يعني اهم حاجه ان انا ابقى كويسه والمجموعه ده بتعرف منها ان شاء الله خير. تقولي له ايه بقى بعد الامتحان؟ بقول له شكرا على كل حاجه، يعني شكرا على كل حاجه هم بيقدموها لي، وان هم مش حاطين عليا اي ضغط خالص. الدعم ايه اللي كنت بتقدمه ليها خلال فتره الامتحانات؟ الدعم اللي كنت بتقدمه خلال الايام اللي فاتت اكيد في ضغط عشان تخش الامتحان. تقولوا له ايه بقى بعد ما اداك الورده؟ نوع من انواع الضغط او ان هم يحملوهم هم المجموعه او اي حاجه، ارفعوا الضغوط خالص. يعني هي سنه عاديه وتعدي ان شاء الله. كنت بتدعمها ازاي او كنت بتحاول تساعدها؟ تشجيع على قد ما اقدر، يعني تشجيع على قد ما اقدر. ايوه خلاص بقى يا جماعه.